بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دمانتين بداوضي يالكوسو دوادة برنامج كارا او انو كوئيغي تونو وزيركا وزارة دور فافينتا اي جمهورية دا سومالي لان او مانت او غبتي شغارها وزارة دور فافينتا اي مسؤولين تا وزارة داسي كولانكي اوغو بالادنا اي ابيد شغارها وزارة اي مسؤولين تا سي اي سوغو يمادان وجدد كلن كان أيها هيد كردو واقعستا ناقشات إيه دب إيريس لغو سميعي سجد مشهر كا إيه جنوين كشغلها وزارة ورفافين تو أي غاتان تاسي أوردا ما با دواك وزير كوزارة ورفافين تا أي شغلها وزارة سوين أسر دويين إسلام كاسين أيوجو مهد عريين وحنا أيها الطلاب مدد أي شغله كسجين مسؤولين تكوري وزير عداني إزوم ري وزارة ورفافين تا waana maanta ay noqotay in talaabadaasi ay noqoto mid guud ahaan ba wasaaradda warfaafinta si rasmi ah uga hirgasha barnaamijkan ayaan idin ku soo gudbinaynaa ee dhamaantiin badawasho wanaagsan tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idhukum bih إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم دمان شغالوينها قيمها بدن وزارة ورفافينتا يمسونين وزارة ورفافينتا وعنكو السلام الناس سلامتا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما لهمتي فتشوين أي شغالها كان كانين لابد أعيدا القرآن كوحان وفر بالشيء انت حفلت ده ورسوك وكوبل اللو بلين معنى ورواد قرن سنبع لغاية باه إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري كمومنين تاه إني أمانة يحلك اللو ديبو وصوب بحان سينا يا هيد إسلامر كان داد كايكو حكوبان عدالد إنتا كدبنا وحو أمري داد كإلهي يق الله يقان كا إني راعان وي أقلادان وي أقبلان ونهو قانسمان إلهي يرسول كيسة iya dadka u tarinaya urul amriga oo lagu fasiro culimada iyo xukaamta ama maamulka qofku hoos imanayo labada ayrood sidaasaan u qadimay waa maalin rajada weyn ay muuqato runtii wasaaradda warfaafinta
شقاله إذا إلا عدالت با الله سمعين إياه وحنا ما نيوه مالين تي كوباد كورد إمايو أفكو ذي نكا قال دانا مسؤولين توزارة دا ورفافين تا وعقو سودو وين إياه أغاسما أقود وزارة دا إلهي ومحالة هل كان السكوكا وذا كاني وحفر حدقا رمركا إن ما تهول كيه نفرديني وشقالي قادي لأي مركا تاسوا فرحد إن شاء الله وحريتين يا معلمة دمنا إن حفيسين كم وقدر المكان شغالة فرابة بدنا ما تلقن شوكة سيدان ورقدي عن سوق ورني لغفة فهيي وشيدة الشركة ما أنت وحوي أن إن وسيرك نوش رحو أو نوفا فهيو أرنتي ريفوم كهيد شغالها مركان إذا من تودا سميد تودا حق مشاركي قنوينك أو أنت بدل مركان وسيرك وذي أنا دي أدوك فرحسن هاي سو كلامانتي إنه لو تشوفوا إنه يمي مركا ماري كحيين كي تيفي قرنكا الدوان مدحونا جمهوريه الصومال لان أحمد محمد محمود سلاي وصوم عابي مدن محمود حسين فرح عداني ونكا وضيقا حقا فريا هذه أدوان فوسو دوين ماري كحيين سارده وحبين روتي نقام مغنيت وحبغنا حوش شغل وسارده نوتر دونتا een shaqaalaha runtii waxa la yahay sanad cusub aanu galay sanadka cusub aanu galay si maalinta hore aanu ku balanay shaqadeenu qurxin doona waxaanu qurxin doona marka waxaanu qabanaynaa inaanu bedel doona marka wax qurux badan een faafahintu wasiirka maanta iska leh hadaanu madaxda wasaaradda nahay oo anagu aan ugu horeeyo waxa kan dhamaan shaqaalaha uga cadeynaya waxa wasiirku halka sheegi doono iyo wixii fuli doona xagga dambe la socdaba إن أنا كلا قيب قادرني إسلام أركان أنا كبر برتاعني وسيرك ما واحد وسيرك يسوي كل يسوس ما يستمعها واحد يسوي كل يجي مركا أو قارم معها وواحد رنتي وما واحد كلا تشدعي وأنا كوامان رنتي وسيرك وأنا كوامان سيجارة سكيد وين ما واحد كلا مركا وسيردها إنه قوانا دي سكوت سلاي مركا قوانا ولا تشيا وأنا واحد رنتي مدن إنه قوامانو waxaan soo dhaweynayaa marka wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane wasiir ku soo dhawow alxamdulillaah walaalayaal marka ugu horeysa dhammaantii waan idwa salaamaya haddaa tihiin wasiirada agaasimaha guud maareeyaha maareeya ku-xigeenka t v-ga qaranka oo maanta runtii nasiib u yeeshay inuu inala isaguna inagala soo qayb galo xafladan maxamuud xuseen faarax cadaani baa layidhaa waxaan ku yidhi war aabbaha iyo hooyadaaka ku bixiyeen unbad qaadanaysaa cadaani waad ilaaweysaa maanta wixii ka dambeeya wagaheesa ama maxamuud xuseen faarax ayuun baan maa guraada ayaanu kugu yeedhaynaa maareeya ku-xigeenka agaasimo waaxyada maxaan ku yidhaahdaa madax qeybeedyada maamulayaasha odayaasha waaweyn iyo culimmada ee halkan nala jooga iyo abwaanada fanaaniinta gabayaayada wareeyayaasha dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdii runtii ilaahay waa mahadda leh isaga ayaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa isaga ayaynu wax horta saaranayna oo ay ugu horeyso inuu ilaahay inaga soo jebiyey abaaraha maanta dalkeenna ku habsaday isaga ayaynu saaranaynaa inuu jidka hagaagsan ee cadaaladda ah uu dhammaanteen inagu joojiyo maxaan ku dhahdaa inagu hago oo inagu toosiyo maanta waxaanu halkan hool kugu qaadi leeyahay shaqaalaha lacag baa laga hadlaya soo maaha waxaan jeclahay inaan idin ka warramo muddadii 10 bilood ee aan wasaaraddan ku sugnaa waxaan doonayaa inaan hordhac yar oo kooban idinka siiyo yacni
wasaaradan toban ka bilood wixii aan ku arkay arinteeda ugu muhiimsan ina tan maanta aad u fadhidaan ay tahay waxa la yidhi maalintii ugu horreysay inoo kan isku aragnay iyo dhowr sidoo ka dambeeyey waxaynu ku wada hadallay aanan ku kala tagnay waxay ahayd wasaaraddan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo weli dhaqankii iyo mushaharkoodii iyo hawlahoodii aynu ugu jiraan cadaalad baynu u samaynaynaa bay ahayd soo maaha qowlkii aanu ku ballan qaadnay ee aanu halkan dhowrka jeer ka wada hadallay waxaa u saldhig ah markaad isku soo xuuriso oo aad ka fakerto inuu wasaaraddan shaqaalaheedu shaqaalo siman yahay oo aan ahayn mid ku dhisan reer oo aan ahayn mid ku dhisan saaxiib jeclaysi oo aan ku dhisnayn kooxaysi ee ku dhisan shaqada iyo meeridka iyo qofku iyo gabadhu iyo ninka halkan ka shaqeeya waxa ay qabtaan lagu kala saaro shaqadooda soo waxaankaa ma ahayn ballanteynu maanta waxaan idiin hayaa oo aan tobankaa bilood ugu qaadatay hawl adagna ahayd waa wixii aanu maxaan ku dhahday ku kala tagnaan idin ka ballan qaaday haddaan hordhac yar idinka siiyo kow muddadii aan wasaaradda joogay waxaan u kuurgalay dhammaan qaybaha wasaaraddu ay ka kooban tahay oo dhan bal inaan ogaado sida ay u shaqeeyaan iyo muhiimadooda laba shaqaalaha wasaaradda oo aan ku dadaalay inaan barto qof walba halka uu ka shaqeeyo sida uu u shaqeeyo kartidiisa shaqo wanaaggiisa shaqo xumaantiisa iyo qof walba muhiimadda uu u leeyahay wasaaraddan ama khasaaraha iyo culayska uu ku yahay wasaaraddan saddex qalabka wasaaraddu qalabka yaalla wasaaradda oo ah halbowlaha aynu shaqada ku wadno daryeelkiisa dayactirkiisa iyo keenista qalab kasta oo muhiim u ah wasaaraddani una baahan tahay tusaale ahaan shalay iyo doraad iyo tii ka horreysay waxaa jirta shalay doraad iyo tii ka horreysay waxay nala joogay laba injineer oo aan dibadda ka keenay labadaa injineer mid waa electrician oo xagga leedhka farsamada mashiinada ayuu ka shaqeeyaa midna waa mechanic waxaan ugu yeednay inay hagaajiyaan mashiinada wasaaradda waa ciladii ku timid labadii waaweynaa ee 300 ee kv-ga ahaa iyo mashiinkii weynaa ee 400 ee kv-ga ahaa ee ah mashiinka qura idaacadda jamhuuriyadda somalilan mashiinka shidaa ay tahay mid yar oo marka idaacaddu aanay ku jirin hawada la isticmaalo wadnaha ayaanu farta ku haynay runta marka loo hadlo oo waxaanu ka baqaynay mashiinka weyna hadduu ee qura shaqaynaya 400 isagana cilada ku jireen waan xoog u shaqaynayn haddii istaaga ama cilada ku timaado waxa weeye wasaaraddeennu way istaagaysa dabeedna waxaan ogaanay waanu fahanay inaan dad farsamo mashiinadan u leh oo runtii experts yacni khubaro mashiinada shanta mashiine halkan inoo yaalla khubaro dad wihi inaanu wasaaradda ka shaqayn waxaan kaloo ogaanay dalka laftiisa inaanay dad khubaro ah oo mashiinada joogaana jirin raggii khubarada ahaa ee loo yaqaanay aan u yeednay waxay yidhaahdeen qalab baa loo baahan yahay qalabka waa lagu soo iibiyaa lacag aad iyo aad iyo aad u fara badan waxay la noqotay inaan hubinno waxaan waxay yihiin maalin walba lacag
مشين تاد سوق هذا الأقلية هل كان كعبي بمباحون إنشكترس باحون بمباحون هل يعني you can imagine كم عنكم آه ولا عقدة إنتن لأج كم استعمالك الرمحان ويا الله شركة دي مشينة ذكية أنت ما الله هذا لي واحد من الواحد دوين الله إنجنيرين ولا صادره لما لا إنجنير إنا يجانو أساس من كوسة ميان كوريلا هوس وحلو واحد مشينة ذي ذكحون صدق هذا الشيء شوقان أي حاجة شيء لعك ما هينو لكن مشينا ذي كاله وحنو دور عندنا تقدر ويرمونا بحنينا خدلا ويرمونا بحنينا صدق هذا الشيء اللي شوقان لعك يرنا وانو سينينا يدو قرشو وها إنا ينو شيغان وحكحن شنت المشين إذا عليه نيوت ما مانتا سيستم كان نكوشة قيادة دلكن ما هنقول عليها لكن شوغة لعقة فركونا دالارة أيه نقو كاضي أفرت كونا دالار لعقة اللو حاولي قانتا سيلا للي هي مشينة كلا هدينا غاية جنو لعقة دورية طبان كون وقياراني ناكو بحضو حدان سيس عنانا لعقة صدون كون أما أفرت كونا دالار ناكو بحضو إلهي يدون باوك يرقي هالكن شوغي وخبرة هاي مدحدي هالكن شوغتي قلم والبلد شوي وانا ادعو بعضنا غيو هدو ميشري وسعيد وعبد الله يرقي في السماء ذي هلك شوي وتدالي يرهنتي ان رقاس وحامانتي صوب بحضي ساكا شنتي وحي بوفين سنتي رقاس وحي انوح غاتي وحي السماية مركي عيقين مشيكي وينا ووحي على ذي كتري يا كسارين وحي كلو سمعيين لما ذي مشينا الله وحبوبة هاي يمد ويساق ماتك شقينا يا وحي كلو سمعيين لما مشينا وكلا وحي نبوك عضي والعقا فركونا دالر وحي كلو نبوك عضي وحي نوشيين مشين والبوحبوبة هاي هاي يا قلب كيس هذا نوسي يبنه وواحد لقوا مرمان كاه إن يقلينا يان وهاي صون غنيا ما تقولوا ركبوا نجبها ودنا أنا فرتكم عينه قرشو مفيه حيانا البولاء أمرين كوشنا دت كيني حولين وانت اللي كوشنا لحن لسك سوقر يا معقول ماها الأورانا يو أدوايس مشينا كشرا إسك عصب وقلب كيسي ميلا لميلا يالين على قرانين ملك اللي جي مشين كينا والعصوبية يلا ما يستعمالين وحلا وح قلبه كتشران مكتشران مركي يعني مكا عيقين وانوكور قلي ايه انشنيرس كي عيقين ورغم الالابتي لقى ساري ميشن ميضي قران ما يميلا لميلا يتحالا يعني محل دون شيء بيه ورما بلوين ودامنا ايو راشبين ودتكين طبع ليسين وقر منا مثلا باتكون يا تمكن يا افري يا تمكن يا شن يا تمكن ايا المعلومه بكلنا مش سوق اللي كاين يقول لك سوي بسنه يا انا لما يسكي لي دماها شيلين كستا كما مارن شيلين كستا قرن كينو ما كما مارن دت كينو كما مارما وين نجي انك جيب كيني كبحينا العقتين اللي لا غريو بل كورنا العقت لا غريو حد يسكل لي وقا قاضو يعني وحل دناي والله هنا يدعم بامبلن ذيك قاضية قلب وزارة الله كياني وسوق دم بتجيه أما ميل كلا تجيه وعن حدود تري سجي نكو عن إسرائيل هنا يدعم بامبلن ذيك قاضية وحكروا عن كهل يا وحصو سارك وزارة دين وحصور سارك وزارة دنو وح يكون حرام تهاي برنامج شذا إنه صور سارنا هدا تي في قتاي يا هدا إذا عادت تهاي وح على يرعى وح ونا وحكو قرص وحكو قرصنا لايد حوالا جم قرص سو ماها سو شغاله وزارة متين سو بقى عاجي يا هيبة دادي يو تي فاملي يا جو وزارة دنو صارنا وح نكون شيء يا إذا عادت يا تي في جو إنا أنا يسكو برنامج يا هاي إنا كلا سريان
إذا عدى أصر رئيسة تي في يقولوا كوصية وحان كلوه إذن شاقية إنه تي في كورو سوق هذا ما رأيه عصوبة لكياني ما رأيه كفوغين باتشوغة شغاله عصوبة فربادن ما أغاسنا قود باتشوغة تي في قران كجمهورية دي سونالي لان إيه برنامشي ديسو waxay noqonayaan kuwa ugu sareeya jamhuuriyadda Soomaaliland intii aan joogay qaybti satellite-ka waxaan hagaajinay maanta TV-ga jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranku waa TV-ga ugu quruxda badan ama roobhedo ama dabeyl ha dhacdo ma dhaqdhaqaaqo war maareeyde faan ma hadda war run weeye ma fahantaa ha waxaan soo iibsanay weeye waxaan soo iibsanay lacag iska bixinna de العكس كم بحنا وين نغوشيت كرنا وانو كدر على ناشيل كل قرن كك بحية من شو قال يو يو واحد انو كسو قادر انو واحد وياي اس كم قال له وانو كدر على نادى انت انو كدر على نو ما تكو كدر على كبرية وحنا كلو دي شيء برنامج كلايف كيسبو سيد بيروت مغنا ايام وزارة دنيمي ما انت شن ميلو بتكجل كرتا لايف شن ميلو سويدن يا لندن يا برو يا هرجيسة يا بورومي أما هرجابو أما لاسانوت شت بوت هيكل كرتا ما دام هو سيستم كيس ساتلايت كعين كاية هاي وقاعد سي تيم كيس وانو ما هاد نغيا وهل بولو مزاردن نما كعين كار قاعد جوا هل بولو وي ما دام عن سداس برنامج كانوا سمعيني إنها نقرحنا وقرا معها إنها نكتا يعلنا وقرا معها ورلا عقبا نكسف قرينا بقولكم كبابن وحالك جلسة ما تبلك عصب جلسة هذا سوكر ميسي أيها نكسف معنا ما دام وساة تي في هي وحالك ما مارمانا إن برنامج شدو الله سعودا يعني هاي ها ما برنامج شدو إن الله سعودا waan u kala doonaa barnaamijyada iyo sababta ay u tayadoodu u la ay u baabaasanayd waxay ku xiran tahay shaqaalaha lacagtii gunnada ahayd uu qaadanayay ayaa cawartay barnaamijyada markaan hor dhaca intaa ku dhameeyay halkaas waxaan idin sheegayaa in aan intii aan joogay halkan waxyaabaha aan la kulmay waxa ugu weynaa ahayd cabashada shaqaalaha koow waxa jirtay cabasho badan oo ka jirtay gunooyinka ay qaataan shaqaalaha wasaaraddu oo aan isku dheelitirnayn oo dad badan oo isku shaqo ah ama isku gireyd ah qaadan jireen aanay qaadan jireen waxaan isku mid ahayn iyadoo cabashadaasina in badan soo jiitamaysay ama ay soo noqnoqonaysay anigana ay in badan iga horreysay sidaan warka ku hayo wax muddo 25 sanadoodana dee soo isbiirsanayay ahay mar baa jirtay baan u maleynayaa dee shaqaalaha raggii joogay joogaano aan lagaba hadlayn maxaa la qaata ay dadku volunteers ahaayeen oo rag badan oo halkan jooga ay ka qayb qaadanayeen sida wadanka uu u dhisayeen laakiin marka wax yimaadaan kii wadanka soo dhisay hadduu inan yahay iyo hadduu inan yahay inantii qaranka ama midhaha u sameynaysay ama u heysaysay abwaankii qaranka la soo halgamay kii gabayaaga ahaa kii wariyaha kii maxaan ku dhahdaayey dhinac walba dagaalka maxaan ku dhahay kasoo qayb galay markay wax yimaadaan wuxuu filayay ama ay filaysay inuu walaalkiisa kale ay isku midka yihiin ee ay isku shaqada qabtaan ee ay isku dhiiga yihiin ee ay isku wada neefsadaan hawada maamgaranaysa hargeysa أما الله سعانه ده ما أرجعه إنه يسكول عاق نقطة وحكى له شرتي بد بدن وعار شقين ويجون تبدا كو قادن شري لعق فر بدن وجناء وزارته نيمن شري وكلية ما نتلعق تلقى قادن وحكى له شرتي dadan mushahar iyo gudno mid qaadan oo iyaguna ku
كشقيني كشقيني وزارد هذا هو اللي المحن يشيقي حقي يدو مربا حبلا هالكم فردية هي رقا هالكم فردية نانتا موسى على فروري رقا قوة وين بيكو جنان أحمد سليمان بدي ورق تاريخ ضد كان قيمة وين كلوي يا دليل يا ورير اما انت حالكم فردي ده ايه هكسين ايه حسن محمد يسورت الان ووريو وين وقرن كان وحو وين وقبتي انو دعا انو ايه انت كلاه وزارة دان كحنو سنة سبا انو لها كقاض وريه رقا وريه ياش ووين هكسين ايه حالكم تشوغي ايه يرير كاي ما انت صغب رابي انا لي ايه نمبا وحان دون ايه ناد دقين ايه رفار رعسان قو امدانو قادني وحيه قوامه داس وقوامه نكد توچنئ وامدان ريرنما كودسنئ وامدان صاحب كودسنئ وامد كودسن قفك وحو يحي مركا اركي عبشدا شقالها واد اسو نوقتي مددي يا وزاردن جوغي مركا اركي ددك دد اسكوميدا وان كسنئ كنوينك iyagoo isku shaqo ah ama ka gunada yar qaataba oo ka shaqo badan yahay ka kale marka aan arkay dad badan waa wax shaqo ah wasaaradda u hayn oo iyagoo guryahooda jooga qaata lacag badan oo gunaah marka aan la tashaday مسؤولين توزارد هذا وزير هذا تاعي هذا ماريا تاعي هذا يا جاسم هقول بتاعي وزارد ورفع فينتا يلا يقول انت وحالا ما لقى ما رمى نقطي إنان سمينو تبو حبين بلارن وحاجة قلنا ذي مشوارينك آه كل ذا هامبا وزارد ورفع فينتا يقول انت جمهورية الصومالية. تبغى هباين تا مشاركة يجنوينك. وحن تبغى هباين بلادن كوسا بيني. دمام بشقالة وزارة دوادن. مركز لقى سو بلابو. أقاسم وحيدك. وحيدة. أقاسم كوفيجة ندى. ما الحق يبيه ده. ما ملاياشة. يا دمام شقالة وزارة دوادن. جودة حمبة. وحن تبغى هباين تا سموك على بحلا. لا بقى يبوت. dad loo kuriyay lacagta ay qaadan jireen dad wax laga jaray kunadii faraha badnayd ee ay qaadan jireen haddaan ku horeeyo dadka loo kuriyay wixii ay qaadan jireen waxay u kala baxaan dad lagu gunneeyay mas-uuliyadda اما حلكة اي حيان اج وزارة دور فافنتا جمهورية الصومالان اي حيان هدان كو رأي ابتدك اللو كرنيي وحي اي قادن شرين وحي اوكلا بحان داد لو كنيي مسؤولية ده اما حلكة اي حيان وزارة ده dan ugu guneeyay shaqo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan ama dadaalkooda iyo kartidooda ay ku muujiyeen sida ay xagga shaqada iyo wixii labada qaybood sidii ay daacadda ugu jireen ugu yihiin inay ka soo baxaan mas-uuliyadda saarnayd ee xagga shaqada iyo wixii labada qaybood ka soo haray oo lagu guneeyay darajooyinkooda dadka wax laga jaray dadka wax laga jaray iyaguna waxay u kala baxaan laba qaybood koow dad lacag badan qaaran jiray oo dad shaqaysta ah aan isyar fahno dad lacag badan qaadan jiray oo dad shaqaysta ah oo hadda
dadkii kale ee la midka ahaa ay shaqada wada hayeen la siman. iyo dad iyagoo lacag badan qaadan jiray haddana aan wax shaqo ah qaban oo guryahooda iska fadhiya iyaguna. simista shaqaalaha wasaaradda dhammaanba wixii shaqaala ah ee isku shaqo ah waanu sinnay. hadalkayga ma maqlaysaan? dhammaanba wixii shaqaale ah ee isku shaqo ah waanu sinnay. marka laga soo bilaabo agaasimo waaxeedyada oo markii hore aad u kala sarreeyey oo qaarkood ay qaadan jireen lacag 10 milyan wax yar ka yar, qaarkoodna ay qaadan jireen lacag 2 milyan ah. lacagtaa waanu isku helhelinay, lacag isku mid aanu ka soo saarnay. agaasima waaxeed agaasima ka lacag badani jiri mayso. waxa kale oo aanu sinnay agaasima ku-xigeenada, madaxa qaybeedyada iyo maamulayaasha iyo isuduwayaasha, gidigood lacag aan isku mid ahayn bay qaadan jireen. qaarna waanu soo jarnay, qaarna waanu ku cinnay. xaqaa odhanaya iyo cadaaladda ayaa odhanaysa war haddii ilaahay intii hore kuu xalfay maanta walaalkaa la siman maxaynba ya wixii aad ka qaadanaysa ka qaadatay ha wixii aad ka qaadanaysa kuu gartay waad ha wasiiradii horey raacday maanta walaalkaa isku calaf baa tihiin. walaalkaa haddaad agaasimo waaxeed tahay ama aad ku-xigeen tahay ama aad madax qaybeed tahay ama aad maamulo tahay waxaad nin shilin ka sarraynaya ma jiro. waa isku wada lacag, waa xilka weeye. waxa kale waanu tixgelinay oo aanu sinnay dadka dadaalka badan ee daacadda u ah shaqada goobaha halbowlayaasha wasaaradda gacanta ku haya. waa maxay kuwaas? waa istuudayaasha, waa satellitiska, waa onlineka, waa transmitterska, waa mashiinada. ma isfahmaynaa hadda? waxalle wixii halbowlahayna ee isku shaqo ku yihiina iyaguna waa isku lacag. waxaa kale oo aanu sinnay dhammaanba shaqaalaha kale ee isku gureedka ah sida wixii eeya oo isku mid ah gunnooyinkoodu iyo mushaharkoodu, wixii biiya oo ay isku mid yihiin gunnooyinkoodu iyo mushaharkoodu, wixii siiya oo ay isku mid yihiin gunnooyinkooda iyo mushaharkoodu, wixii dhiiya oo ay isku mid yihiin gunnooyinkooda iyo mushaharkoodu. waa suurtageli mayso inaan eeya ama inaan eeya oo inantu ay kaa lacag yartay because nin baa tahay xaaraam. waqtigaas wuu dhammaaday. ha haddaad isku greer tahay oo aad ee tahay ama aad bii tahay ama aad sii tahay, isku mushaahar baa tihiin, isku gunaa qaadanaysaan, waad iimaansanaysaa. ha dadka bilaagunada ah, waxaa jiray dad bilaagunna ah wasaaradda qaybaheeda kala duwan oo dhan oo tiradeedu dhan tahay 260 qof oo qaarkood halkan maanta fadhiyaan. waxaan umalaynaya maanta waaba dhan tihiin bamaa fahantay horeya ya 260 qof ee bilaagunada ahaa January kowdeedii maalintii la bilaabay gunnaad kusoo talagelaysa iyo waxaa weeye wasaaraddeena markaad eegto 260 ama 66 saddex meelood marka laga dhigo waa meel macnaheedu waxa weeye
انتي نالكم فردي انت مدح دي وزاره دي جوك تابع وداونيسي ما انت قفل وقلبي اقوى كلين قلبي صافية اياد مشاهر كاقا كو قادة نسا انك صاحب كاي اما انت صاحب كاي كوين ميسورن ميسوا معي حق درادة جرتا واحا جرتي داد بغل داد لابا بغل ايا نحي ونحي دن قفا او قناها دير قادة جري بس ما أنت أنا أسمع إن جونا في عن أو كفر إذا كريت كيس وحوي هاي معقول ماها أنا قلت 2 مليون بقى هذا نيا أما 9 مليون إنا كان شقده ودريني هنا صدح بقولكم بوس أسر شقتي كده أما الله بقولكم رجع قار يوم سيرد ما كلا بدنا لعكتود أروت مرك الله وده الله هل كان شو جه أروت مرك الله وده اللوي سينو صوت كين كرتا قفين ولا بقول أكون أما صدق بقول أكون أنتو كروي سكري مادو وعرور له وحاس له ما تشح دبر وكسوي بيا ورياب مسكروا كبحيا مسعروت عليه دوبحيا كسيا وما حي تمير دخل عين كاسي تمير دخل عين كاسي مع المهاجو المي سلم دي المهاجو يا المهاس نكاب والله بالله تالله إن أنا بلاني دي إن أنا دي شيء جيني حبيب من وزارة السوق والله العظيم هل كاسو ما إذا أنا رج استوديها حقاس دين عيبة marka xagaaga isma guud laga yimaado inaan ba fadhiya ina ka saas u furaayo wan ku sii dhaafay saas u furaayo madax u haysta tinta dhexda markaa maray ayaan war muxuu ahan kan maxaa maxaa la furaa madax la haysta wan ku soo noqday waxa ku salaam aleekum aleekum salaam biroosir waxa ku yiri maxaa ku haya ma shaqalaad hawo shaqalaan maxaa ku hayaa banku ila ku soo koray wuxuu yiri arur baan leeyahay xaso wax yaran qaataa waxba way goon wayno kaladiba arurta waa laga saaraya lacagti kala kala weeydi karada xagaad ka shaqaysaa banku wuxuu yiri daacada xasan maxamed iyo maxan saciid yaba nimo waxa ku yiri ma baxay wax lagu haystaa wuxuu yiri waa inta waxa ku yiri waa tan degdeg ugu geey inaan kaaso wuxuu qarka u saarnaa inuu isdildilo oo wax dhici kara dadka 266-ka ah ee gunada yare 300-400 iyo wax aan waxba tarayn iyagana gunda wanaagsan ayaan u sameynay dadkii shaqaalaha joogtada aan ahayn waxaa jiray dad aan shaqaale joogta ahayn oo ka qaadan jiray lacago qaybaha barnaamijyada ee TV-ga ama qaybaha barnaamijyada ee idaacadda radio Hargeysa iyo tababaradii loogu talagalay inay rag waaweyn ee khibrad leh halkan fadhiya haday maadi tahay haday wajhi tahay haday rag waaweyn yoonis tahay haday maxamed saciid tahay rag waaweyn ee halkan fadhiya ay wax ku tababari lahaayeen kuwa soo kacaya shaqaalihii qaadan jiray dhammaan dadka nooca ah waxaanu ka dhignay shaqaale joogta ah oo heli doona mushahar buuxa iyo gunadii oo la socota 70 qof oo ka qaatal
محل برنامج سمينا إن قرى وزارة كشقي وما أدري كرين ما أنت كعور جميل أما بور ما أم الله سبحانه أما تلاح ما أركره تلاح تقو سو كسو قبل برنامج وحيسمه قبل كتلاح ويا هي برجموريد سومالان برين تي ذكره بابور بو بعيني شلال بو بعيني مساريف بو بعيني من ده ما كركره بكوس العقد هو دي قلنا ما أنت لقى بلاهو تدك هاتو دواتنك ها صدح ذا بلاد شغاله دي ما أنت هاي قد بيسو أنا محلو قد مني هيدا شغاله هيدا شغاله ومركا يسو عنصي حسو لعقتو دي مركا لقى سال لقى بلاهو يا مركا سال لعقتو دي لسينا يا هداي بيش سو عنصي حيا جين وري فيبرو ولا سينا يا هداي مارج سو عنصي حيا جين وري فيبرو وري مارج قنلو دي يا مشاهر كودي ولا صعدة أي الله سينا يا شغالة دم بيه أو بلا مشاهرة وهالكن يجينا شو جيا مشرو تدخل مول مشاهر كها يا بلا قنلا بها واحد شري تد بلا مشاهر يا بلا قنها وشوي وزارة دين بدن كواس وحنو تحكلين دونا سواه كله ريا شغونا كودة يا تدال كودة نمبر كاس هو نمبر آد يا آد يا آد وير انت بدنا وان وميلين قف شو هي هاي قف بلا قناعة يا قف بلا مشاهرة ووزارة وفافنتا يا وعقلنتا جمهوريدي سوبالي لان شوغي دونا انا نتشري لحسابتك شغالة هي مسؤولين وحا تشري دونتا لحسابتا عضق ودرس وضا اسبدل كان آنساميني كاسيو غفل با لقول حساب تبدونه وحي شقديس أحايد يا الله دري هدو يهي مسؤول يهدو يهي شقالة با لحساب تنك مركة كوباد وحانو كبلا بدونا نمان مسؤوليته مسؤولينته قيبها كدبنا شقالة وحانكو شاقية اقا اسمه واحدو ديار قرو وحن كل شيء أجا اسمه واحد كحجانو ديار جرو وحن كل شيء حداد معاملته هاي ديار جرو وحن كل شيء حداد قذا قيم بذحيته هاي ديار جرو هؤلاء راح شغلك لعقب نسكق هذا يا واسك سيحنا يا وروح أسوي دمات وحاسو وي دمات نول وأجا اسمه واحدة أما معامله أما كحجانة وحن يجانوا الحساب تمنا يجانوا وحن كل حساب تمنا شغاليز إنه وحق صوره أنا أقول يجانوا وحق صورنا هادو شغاليز كسر بحواي صاحب أنا من هناك صاحب من هنا وحن صاحبنا هن نك شقينا يا إتدارية الشغاليز وحق بدن سمينا يا ورهذا وحق لأنه غلوا يدو سيدي دالا ساعة دون كارمنا يا شرع وكسي بعيبا وحانو مركا كولا الغفر با لقد دونا يا انو يلاليو وقتك شقضا لسوق ليو يا ساعات شقضا لقو طلق لي ووقتك يدا شفت كاد سوق ليسا وحانو كربنا يا قاسم واحدك شفت كاد سوق ليسا وحانو كربنا قيب واحد قيب تواحد هايو كحيقين دا وحانو يسكتش والنقضا ويسكتش والكاسو نقضا ميت ما أقول هذا يقفل بقى ووقت جيدة ما أقول هذا يفليه قفل بقى وحلق الدنيا سدات ساعات وشقاح وشفت جيسة هبين يا مالن متكدون تبع ها هاتي قفل لقوما كورين لقوما كورين لعق لقوما كورين قلنا شعيل أما حلو فيسي أما وحكة لطونا بس هو حلاقي بي هاوشة وهايو عليس كده حلكة هي مسؤولية سارا حد بقف كاسو قف كي كسو بحوائينا حلكة اما مسؤولية داس وانو كاقادنا يو سيدة بقول يا شقالة ايشوغ مد اما قبر اما اينا نو ديارة باشرو حلكة قبرنا ايه سيقادو كبدلين قفنا عيب لان عيب يهي اما وشدك هلي لوغا ما جرين لعقت لكن وحا نقيمني وحا وقبته
كرتيديس داعد نمديس إيو إنو لسنا دو هذا الكاديست إنو لسنا دو مسؤولين تكالي يلا متكاح طوو إنو وحوي إنو لسنا دو ولا الكيسة أما ولا شيسة دين عيسى كشاقيسة يا إسكو دريك غريك كان يجين إسكو شاقيدة نجيين مسؤولية بانا غانا سارا مسؤولية دو حيلي لهاي ورحادة إسكو شاقا غابتان أما إسكو غريك يجين إفي آخر بوين القوة ديني ديدن بكا كروسان مينو وانو سمينا وانو سمينا وانو سمينا عندنا وقابرن منه سبتلك أنسابيي أنسابيي وحان سنناي تدبيغا اسم واحد ومركي هوري آذوك اللعاق بنا وحان سنناي كومية طبن ملح قيبات وحان سنناي صدحية طبن أقاسم كحيقين يمام ليالح وحكى له أنو تحقلي وين سيني سيني كنا أنو قادني كنا يودا شغالها كرتيدة تذلك يدا عاد ماذا بدن كشقية ميلها مهم كيها البولة وزاردها ويقنا دن إلى صدم كنا هول كلا قيبها كلا ستلايتك السويداش لوكالكا تبابر هذا ترانس مترسكا لقضاها تبكى عما الكتريشانسكا السويداش مامولياش إذا عادة قرن كيو تكريم كابا وحانو كلاو كورو غادني دمان بقنوين كشغالها وزارة دوردن وحانو أس aan u sabaynay kuno ku fadhida qof walba gradekiisa oo wixii isku gradey siman yihiin waxaan idin sheegayaa walaalayaal hadii aad gradey ahayd mushaarkaaguna waa haye gudhaadaadu markii hore ama aad baqaalan jirin inta badan gradey ku hagaadan jireen 1,710,000 kun iyo 120 maxaa gunno marka la isku daro maanta waxaad qaadanaysaa qof kasta oo gradey ah مليون يا سجال بغل يا سيدي يا طبعا ايال غالانا سا سيدي بغل يا لبي الصدى وعكاد لي اخوف كستو كريرايا وان حل هين بار هذا كاد لي حلك وحلص عطو كنو لكن هدارد حل هين الشغالة عادية هاي وهاد كريد كريرايا تاهي سيدي بغل وكنو ايال كوكورني وحامل ايا بايتنا بايتنا كنا باركي تشرين ما أنت لبضع مليون لعك تاسع أيات غادنسا هداد جريد بي تاي وحال غادن شرتي سيدات بغل سقالي ولا باطن ما أنت لقبلا وحال غادنسا مليون يشم بغل لبي يطبن كن سقال بغل يلا بي يطبن هداد جريد سي أحيد وحال غادن شرتي وحلوه ويس نح بغل سقالي يصدن كن يا لحظة غلاكون ما أنت اللي قبل أو حلقة هذا نسا مليون بغل يا صدح كون يا لحظة غلاكون أوشلي هدية كريدية هيد وحلقة هذا نشر تي صدح بغل يا عفر يا تضبعت نكون يا عفر بغل أوشلي كل عندك ما أنت اللي قبل أو حلقة هذا نسا تضرب بغل كومية طبن يو سيدات بغل يا فرطن العاق تاسو إلهي بايدين بركاني وحي يكون بركوليسا بقدرة الله وحكا لماها واسمي تجين وحان غبا قف كستو مانتا هالك الفردية إنا نية إن إنا يدمسو إنا يدمسي وحو كاقبتون بانو قرانيني إنو ولالكي سامي إنو ولالكي وحالكم كدبان وحاد قادة نيسا والعاق تعين كاسي عين كاسا
بالكام مركل لأيه كمداها وزارة مجري دونان تشغالة جوكتاه وبلا قناح لغا بلابو بشان چينو وري لباكون ايو تدبية تبانك سيغو كلا مجري دونو دونان داد مشاقه استياله او ايو اسكامغان قاتل مشاهر يقنو مركب بشو قادو او يمادة وزارة سيدو العقد هاو قادو حبد حبد بانور رينا حبد حبد طبعا العقد هاو حنكو قرينا تاد خبرد لي او جمهورية سونالي لان لي او حوشو حنك لقب كرا او ما تقرن كوي نوسو هالقبي دبدن جوغا كان شقي السنين اما شقي اسحاق شيبو اما واحد دورت شيبو مركا قال هلكا وزارة دكا سوق شو عدالة بانو كوكو نغينا مامل اما حلك هذا ايو كرتيب هذا كسو ساري اما كريك هذا كسو ساري اما واحد كو ساري ودبدا كنيه أخلاق هذا يدبع عد هذا إيوه إيوه شغال شغال عن هذا هي دبده كلية وحنا آد يا آد يا آد وقوم هاد نقية أنا سوكو بكرين عمري ديرنا وبرين ولا هيك أرسيو بحنا نعيش مريد سمال لان أحمد محمد محمود سيلانيو وضمل قرن كانوا هرصدوه وحليه يدل كان يقرن كانوا صوتك على مين السيد مرودي سامر حمود شتا امر ورس لبدا بعاد يا اد بارو ما حد غيا قران كان قران كان وحا سو قبته وحا كلا وانا ما حد غيا وزير كوزاره الماليه مرو سمسم عبد الله يا شغاله هذا يا شغاله هذا قيمت الميزان يده انا وزير بانك وزارة باكاها ابالك هذا مقود كروه ابالك هذا شغالة هالكا تشوغة سيدة شرفت له هي قيمة هي وزير كاسو اي نوع التجزة مركا نقول بقنية عن نيري عدالة وحاسا كجر وزارة ده كما شقين كروه تمير كيف يمسين كروه بدني ما بيدي يمسين كروه قرن كيف نكمتشين كروه نسيستم كعين كاسا كلنا ولا كرنو وإلى وزارة ده والله من نغطا شغالة وزارة ده مالي ده وحكاك بحيا وزير هذا كان لفريا محمد احمد يا وزير قوليت اجا سمعها قود خدر على كل رجيا ما هو شو ودني ما ري وكلينك وصب وحنا ما حد نغير ما هذا نسوكو بكرم يونس على النور وضياشة هلكن شوكة حسن يا سيد ومعاك ولا هذا هلكن فدي سيد وعاتي رجل ميسك انا لفدي ودوان يتيم كاس اقاسمي واحدة دينة وري ياش فنانينت ابنانينت رجل واوين ملكها هي ماموسك يا دغنك كله تلك الجمهورية دي سونالان وما انت وياه انا قال فديا موسى احمد يا رجل كلام ما انت هلك جوغي فرا بدن بصي يا عبدي وهاي مش هي بصي يا عبدي ورجع غنود هي سن جيران ما انت ملايين تو كرده هي كده دي وهاك كبا حيا وهاي نو بغا دغ دغنا ولا ليال هلك ما انت وهاي نو جوغا قولي ري اركيتكتس هي شركه دي ديسي كلن اصلا هلك كدسن بلدن كاس من فلقونا يا بلدن كاس من فلقونا يا بلدن وفلقونا يا من تاريخ الجمهورية السومالية لان مالكا قلا وفلقونا يا مدلة استيج بقول يا كنتم قفاي قادان وفلقونا يا مدكلو استيج لي كنتم قفاي قادو وفلقونا يا مدلة سدح استوديو ومدوية هاي لبنا دحاديهين وفلقونا يا اركا فيسكي مدلة
حكي لغو كيدين يوحا لا عجل دي يوحا سيستم سكوردن وحو يالانيا مدله استوديا ساتلايتسكي هالكو يالي كنترول روم وحا سوردن كوضا شقية وحو يالانيا وحي حبليه ما انت مصري حد قلي اما ورياتو اما فناتو اما چلاتي ماليه كل بسنية وحا ندي كلادر دارميا وحوية انت وحكا قوين وعير دوري اللباتن مركان نسيو البوه اني وحاني يجن اللي في الشمس هين بانو كأيان ايانو كاقويني نيو البا وينو كسب هاولا الكبانو لم تكرارينا وما انت وحلال وفو عنايا تعروتي سو عناسا وحلال الساقو توقع دانا يا وحلال وعيد ايجي سام مجرتو انا وحاني دلاي وحاد كسو بتلقي لسان وزارة ورفافينتا ايو وحي قلنتا ميل بانو كوا يدولينا ماشي انو كوا يدولينا وحوية مدع دالت مدع دالت كل سن من هاو كرنما كودسان مد محاك الله ضعي الله كلا دمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرك عبدالي وعد معد سنتاي وإن تيقوب كستو هل كان فردي عورا لها أيوم بالذين وضايا والكوان أكثر وساكا وسير هل كان إسر سوى تاغو أو ينو شوى شوى ما مقالان وين تاسال ليكا وسارة كشقيني بوحا من ما يه ما المي هورو بلن قادي لو حيث لها وحاك كي هورون رقم سنجن والله بي شيخ ماي مالمي اورو هلكن كان هادلي اي و ها شقالها وا سيميا و نيكا لعقت بدل لو وا كسو جريا و حقا هاجاجينيا ما دغيسنن و حلا وا فانكودي و خودي لكن ما انتو كغا دبي و حنا لهي هل هي هكاب المريو الى هي هكاب المريو انت الظلمن اي ما انت حقوده هشينا دعاده ولا هيسا اما كان هدان مركه ورا كاش كني نغ رالي اهو ما انت كلين هي غوليسو واد كغا دبيس اما قالوا وحان المرياي من هدي العداله دهلي وما انت سدا لو سمي او قف كستو ما انت نغ مديبه رالي هي وين وح سو سار كنا كم وقتا وين شقدنا كم وقتا وين كنت قديش اس كغا دغنا وين وزير كغرب غلا وين موجناي لين نهي دد وح لا غشن كرو دد ابال غده dad qiimo leh sidii islay noo qabo waxaan ka balan qaadiyaa wasiir anoo afka wasaaradda ku hadlaya in meeshii godoba aan ku feynaanana adiguna waxaan ku leeyahay nagala hadin ee dadaalka halka aan nooga sii wad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan wadaayay adduun adduunada ka dhabatay laakiin waadu adduunada loo laatay ba aniga hoostayda ka soo kacday wasaaradda iyo ka soo dhabatay wal adduunada ma laatay وهو يار ولا هالباكرة هرت بركة ولا عدالة دانو بحرة وينو هرلي وينو 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 واغي وعاكرة عليكو حطان اسكا سوق هادو برنامج كده إلا قاعد الكرسو فيه بحيد بايقا عاوزا وينو قاعد كله مغادن وينو عيب النغاري أباطة الغفارة وينو عيب النغاري شغل هو الموتين هو شغل هو كاب صابي والله ان تاي حجر تبرقي هوري لكن ما تهم اللغو فعلاي تاسو عشو شغدي باتقين تاسين اوا مره دي تان عدالة دي تبت واتا قوي دو تهنوتو بيدا كلاتر تا واحد جارا غي واحد دارا غي او وزير كوشيغا غي اراي ان لا راسا بيا يا ونقا كاهو بشي مارين هاته ام سوال قوائل ان السحنا وأنا يا سامة سليمان يا سعديدي وقام بشي كرانو أنا دودا وريا يا رو السلام عليكم ورحمة وأنا في شيء أنا أبو وما نكا قرا وأنا نكا أم الله وحين لقى الرأي ودك وحيك سوى خبتين يا وحيك ليين إمي كرا وما ما أنا قام مسؤولك بسي يا عبدي إلا حاضرين مهران إلا شغال جيران مهران ويسكا عمسين وعلا يحي وانساك اللي دون نصيح يوبا شغالا عن قبلو يوين ناكا عمسامن وين يبقى حين ويا الله خسارينا ورس قايلو وسير عداني ادبا نقوم هل علينا يا مرحب بيانيكو تسالي عباين تايلا ميدا فربقول يا غالين ترتشلين ما انت الله سمينا هاي عدالة دا وسير وحن كلانا اللي تنخل الغرق الله سوقلاتاي een aad baad u waansantahay wasiirka waxaan mahad celinayaa shinaanta oo shaqaalihiisa simay cadaalada uu ku simay waxaan ku leenahay wasiir baad u roon ku daaya hadii ay wasaaradda warfaafintu cadaalad bay
هشاي وزير نماته وحقبت مبروتي سوى رأياته عدا نوائي شوك وليك روح الله لما تني دعنا ولا أقبلا دمبار لقو ودا دردورا ولا قو ذلك روح الله لما تنكي ودي نبض شيطان كمارا نلعرم لقو النقضة يا إله لقد نحقبه قم يا رني واجن بيل نهولا ويا الله شدي دركي كاولو نساء لما تنكي ودي نبض شيطان كمارا نلعرم لقو النقضة يا إله لقد نحقبه كاني كوني كاني مدل ديل بوكو لما تالو مرو رقاني قوري لما تنكي ودي نبض شيطان كمارا نلحير بور لغو النقضة يا إله لغد حلو شادي كروح الله أسكاري قال لحنت تبنو كيسو هيقل يا إفركي دعيو قرطا وحي لكسو عركا الله نوري أبلغو أمان كي نرسو كين شادي كروح الله قبل يا ربي وان نبيل نهورا ويا الله شدي دركي كاولو نساء لما تنكي ودي نبض شيطان كمارا نلحير مولا قول نقضى يا إله وتعالى وزير نباته وحكمة مبروتي سو ولا لياته عدا نوى يسوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuwankaasi markii uu dhamaaday ayaa wasiirka wasaaradda warbaahinta waxa kale oo uu dhagax dhigay studio ballaran oo casri ah oo wasaaradda warbaahinta ay yeelan doonto ilaahay baynu u mahadcelinaynaa caafimaadka iyo in siin nimcooyin fara badan ilaahay baynu u mahadnaqaynaa xaalad kasto oo aynu ku jirno sidaas oo kale ilaahay waxaan weydiisanaa abaarta ilaahay inuu naga dulqaado dad fara badan baa dhibta soo gaadho dhibaateysan dhibta waan ku samraynaa ilaahay waxaan weydiisanaa inuu naga dulqaado kelmadda halkan aanu isugu nimid waxa weeye wasaaradda waxaan ugu magac dari karaa runtii kacaankii horumarka ama waqtigii horumarka laana waxa weeyaan marka la eego qorshayaasha isdaba socday 136 maalmood oo u dhigma 4 bilood iyo 15 cisho ka hor waxay ahayd xaaladu misna ka duwan oo wada ballanqaad iyo ereya ah laakiin maanta waxaanu u joognaa xaalado fara badan oo run noqday ilaahay baa mahadle intaa kadibna wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cismaan cabdullaahi saxardiid cadaani aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxaa intaa dheer mudane wasiir qorshaha aniguna aan ku soo beegmay adigoo hawsha hore u waday oo aniga ay laba farxadoodii tahay ta koowaad shaqadii iyo shaqaalihii oo aad iyo aad u horumarsan oo aad u faraxsan iyo horumarka agabkii lagu shaqayn lahaa iyo dhismayaal casri ah oo lagu shaqeeyo oo TV-gu uu yeesho guud ahaan wasaaraddu yeelato cajiib ah oo dunida maanta muxuu hayay la yiraahdo way soo koraysa aan kaba hirgelin runtii arrintaana wasiir aad baan kugu aamaneynaa waxaanan cadeynayaa lacag dheeraada iyo lacag meel laga keenay ma jirto wasiirku qorshihii riyadiisa ahaa ayuu xaqiiq u bedelay ilaahayna uu la garab galay maantana dhagaxa waxaan dhigaynaa isagaa sharxi doona weli waan ku horeysiiyo muxuu ahaaye injineerka albaraka waa shirkadda muxuu ahaaye hawshan hirgelinaysa iyo ragga naqshad ahaan ama dhisayn ahaan arrinta soo dejiyey oo runtii iyaguna muxuu aan ugu horeysiinayo ninka la yidhaahdo warfaa wasiirka wasaaradda warfaafinta shaqaalaha weynaha warfaafinta wasaaradda warfaafinta marti sharafta ka soo qayb gashay rear design saaxiibkay injineer warfaa dhinaca iga taagan yahay oo nahay qaan aad iyo aad u shaqeynayo iyaguna design magaalada wax badan kusoo kordhiyay dalka design-kan magaalada anagu fulinayna sameeyay wasiirka dowladaha cukule ninkaasoo aad iyo aad ugu suntan abaarihii waqti qof walba waxba laga soo qaataay abaartii ugu suntay halkuu maray wallahi waan jiro codmaka halka meel uu marayay iyo boordka soo waramayay
لكن إن شاء الله ودنا في هذه الثانية وسيلك غرفة فنتوا وحنا تقول سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بينو تاجن وربنا ورد ما يو أنا وحنا إيش قد البركة وصلشان مشروع قاطعي هير قليني سه لسان كنا وحنا إسكاله ريو أي إسكاله ويشيني كده قبل كده تاجي هاي وارث المقال قري لسان أنا وحنا وحنا تتشقى يو هذه كذا لسان كي يو فلنت إسكاله شقية هذه آد بني روم هن قيام لسان كسوكري وطن كا يسموه تبغى مركب وسبيين أنا ونا وحنا هذه آد جودة دارنا ما نسمينا ونديارنا هاي إن لسان كا لسميه وسير كي يادي هاي وهندسيين ولا بنش الله سميه هي أنا لسان كوس سميه سي إن سيدي لو تلقى ليو قرسينه سيد دوين هولا ترتمون ولا ترتمين وحضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع عن هو مشروع هذه آد قيمة بدن ومشروع حويا ونقول كرم مراية مل ودن كان ونقول كرا ايكونيك وعلامة وقه ونقول كرا marka mashruucan project-kan aad baan uga shaqeynay design-kiisa alxamdulillaah waanan ku faraxsanahay maanta in riyadii aan ka wada shaqeynay wasiirka iyo anagu maanta la dhagax dhigayo insha Allah waxaan rajaynaynaa in maalinta furaha la wareejinayna inagoo faraxsanayno halkaan mar labaad isugu iman doono shirkada dhisaysana ma aha shirkadan isku cusubnahay albaraka meelo badan ma ka wada shaqeynay mashruuc badan oo weyn gacanta ku wada hayna iyagana waan hubaa insha Allah in ay dhismahaas ay si wanaagsan u dhisi doonaan aad badan mahadsantihiin khayr badan baan idin rajaynaa insha Allah waxaan rajaynaa dhismahaas inuu sidii loogu talagalay uu u fulo assalaamu alaykum ilaahay ba markii koowaad mahadle markii labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta u asiibay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qofkii ugu habboonaa ama shakhsinimadii ugu habboonayd wasiir Cismaan Cabdullaahi Saxardiid aan oo ah maanta ay u bixiyeen mashaqaalihii cadaan ay ka bedeleen oo cadaal ay u bixiyeen waxa anaga farxad weyn noo ah isagoo qorshayaal wada oo saan u eegayno wax ka sanab miiska soo wada dhigay maanta hawlihiina oo wada fuliyay waxaanu shaqaalaha weynaha ka codsanaynaa in sida iyo si ka badan iyo si ka weyn aan nolosha qaysiin wax far badan aad naga fishiin ma garanaysaa waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa wasiirka maanta hawlaha 20-yaha sano lagu dhici waayay waxba la fulin waayay maanta halka qorsheheega iyo hirgelinteeda keenay waxaan halkan dhagax dhigaynaa marka dhismaha studio-ga casriga ah ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta studio-gan horti wax weyn ka bedeli doona barnaamijyada iyo heerka uu taagay marka maanta wasaaraddu taagantay marka xagga wax soo saarka barnaamijyada aad baan runtii ugu mahadnaqayaa wasiirka shalay riya ahayd san maanta horeba sheegnay in maanta marka fulinteedii bilaabanto waxay ka timaadaa horti mahad Ilaahay baa iska leh marka labaadna waxay ka timaadaa marka dad qarankan daacad ah marka madaxda wasaaradda oo wasaaraddu hoggaaminayo ilaahay ku simo marka dhismaha soo dhameystirmay oo dhamaantiin ku shaqeynaya haddii la yiraahdo waxaan runtii ku dhiirigelinayaa shaqaalaha wasaaraddu marka madaxdooda wax wanaagsan sameeyaan adigana waxa kugu waajib inaad isbarbar taagto oo marka u mahadnaqdo oo shaqada qurxiso mahadnaqaan ugaan doono wax kale ma shaqada hadii qurux badnaato intaas ma mahadnaqii sharaf noogu filan aad iyo aad baad mahadsantiin arxiim dhamaantiin wasiirka xigeenka agaasimaha maareeyaha shirkada dhismaha fulinaysa qolada noosriyo noo soo samaysay maabka dhammaantiin waan salaamayaa marka hore bal intaan u gelin dhismaha halka u joogno waxaan dadka reer Soomaaliland u sheegayaa wasaaradda warfaafinta in badan baa la xartay maanta inay tahay gacan keliya kulugeed yaa oo la isku duuban yahay yaa mid wasiir ku-xigeen wasiir dowle shaqaale heer kastaba ha joogo maanta kalsooni ballaaran in la isku qabo waad arkaysaan sida loo wada hogoniyo si gacmaal isku haysto taasi aan u sheegayaa halkan iminka waxaan isugu nimid dhagax dhigii studio cusub oo la dhagax dhigayo oo wasiirka aan aad ugu ammaanayo qaabka ugu soo habeeyey sida uu dhaqaalaha meesha ka soo ururiyey aan ahayn dhaqaale dibad iyo meel kale mid inooga yimid gunooyinkii wasaaradda qaarkood oo la ururiyey ay tahay ayaan u sheegayaa halka muhiimkiisii intiisa badnayd runtii malaha wax lay budo moogtay odaynimo cabdi waraabe iska saxaafada laakiin waxaan iminka laga hadlayaa runtii waa shaqo aan qaarno waxaan waayay arag waa ahay ma afrika cid inaga dhaqaale badan daa oo de studio-yashu ka waaweyn yihiin laakiin style-ka uu yahay
iyo siduu yahay ma maaneen inta badan ma leh runtii kaan samaynana wax weynna wuxuu ka tari doonaa barnaamijyada telefishinka iyo xataa kuwa idaacadda labadaba alxamdulilah ilaahay baa mahadda leh marka ugu horeysaan mar walba isaga ayaan u mahadnaqayaa run ahaantii noloshayda saameyn weyn waxaa ku leh laba nin marka faamiligayga laga saaro waa nin badan la sheekaystay in badan aanu wada howlgalnay mid waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaani oo ilaa intuu jabhadda ahaa aanu wada hadli jirnay ama aanu wada shaqayn jirnay anu jeermaanka ilaa maalintaan snm ahaa north america iyo canada aan ka ahaa jeermaanka ilaa maantada aanu isdaba soconno waa nin aan ka bartay kelmadda ah wax walba waynu kari karnaa wax walba waynu samayn karnaa ilaan wada intaan waddada ceergaabo bilaabmin ama aan waxyaabo fara badan oo qaranka jamhuuriyadda soomaalilan aanay bilaabmin ayaan anigu ogaa inuu slogankiisu yahay ama ficilkiisu inaan wax walba samayn karno dabeedna dalaan intii ugu badnaa nolosha intii badan aan joogay ayaa waxaa yimi nin madow oo qaybna afrikaana qaybna cadaana hooyadina cadaanta isaguna afrikaana oo ah madaxweynaha maraykanka ahaa 8 sannadood barack obama la yidhaah ninkaasina wuxuu yidhi wax walba waynu samayn karnaa yes we can waxa weeye maanta taariikh buu isaguna kaga tegay axmed maxamed maxamuud siilaani madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan waa damalkaas maanta qaranka jamhuuriyadda soomaalilan uu harsanayo isaguna taariikhan weligii kabihiisa nin xidha aanu xidhan karin ayuu ka tegayaa in lagu dhowaado uun mooye nasiib baanan leeyahay inaan la shaqeeyey amaan xisbiga dimuqraadiga north americana qayb baan ka ahayo central comitigiis iyo extrimistka intaba waan ku jiray oo raggaas oo dhowaan raggaan wada kulmi jirnay bay ahaayeen hadday yihiin governors iyo senatoris iyo congressmane iyo meyare iyo waxaan ku dhaa waxaankaas waanan ku faraxsanay raggii obama u shaqeeyey inaan ka mid ahay siilaayana u shaqeeyey anigoo qurbajoog oo dhan madax ka aha marka snm maxaan ku dhaha laga yimi ilaahay baa mahadda leh aad baan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan iyo marwadiisaba amina warisaan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa runtii shaqaalaha wasaaradda faraha badan ilaa madax ilaa mijo waan u mahadnaqayaa kambanigan waa de kambani baraka cali cali waa albaraka barakun baa la socoto waxaan filayaa dee howluhu iyagaas wadama garata maynaan kambani wax kale ku qoran maynaan keenin isagaa wata waxa khayrka ku jiro isagaa magacayo ilaahay usoo samaynaya oo keenaya markaa cali albaraka iyo kambanigaasu waxa weeye waxaan qabaa inuu kambani wax weyn kusoo wasaaraddeena kusoo kordhinayo qaranka jamhuuriyadda soomaalilan kusoo dhin warfaa iyo ria architectsna waan u mahadnaqayaa qof kastaoo bini aadani inuu riyooda waa sax qof kasta oo bini aadani inuu qorsho iyo maxaan ku dhahday fishin uu yeesho waa sax laakiin waxa muhiimka waxa weeye inaad ka madha dhaliso lacagta aanu meesha ku samaynayno 160,000 oo daalar oo ka mid ah dowladduna namaysiin cid kale namaysiine qolihii satellite-ka ee lacagtay qaadan jireen baanu ka soo jirnay waxyaabaanu isu geegeynay weyn lacagta naga dhimanee 140-kana tijaarteennuna waanu la tegi dowladdeena iyo madaxweynahana waanu la tegi waxaanu qabnaa inuu yahay barnaamij meesha alaabta meesha la dhisayaa waxa weeye waa istuudiyayaal isku jira oo saddexa waxa weeye laba stage oo ilaa midna 150 yahay midna 50 uu yahay waxa weeye control roomkii oo ku jira waxa weeye archiefiskii oo ku jira waxa weeye meelihii maxaan ku dhahdaa ay laweeneen dressing roomiskii oo dhan maxaan ku dhahdaa ay ku jira waxa weeye lobigii iyo systemskii oo dhan wixii oo dhan oo isku jira wuxuu leeyahay masalin dusha ayuu leeyahay oo maxaan ku dhahdaa aada iyo aada maxaan ku dhahdaa u qurxinaya wuxuu leeyahay studio control buu yeelanayaa waxa oo dhan meel ka wada haga oo maxaan ku dhahdaa laga maxaan ku dhahdaa sameeyo marka waxa weeye waa wax casriya oo cusub oo taariikhda runtii afrikaba maxaan ku dhahaa bilin ku soo biiray ayuu noqonayaa cusub dhaqankeenna aanu ku salaynayno siduu u dhisan yahay iyo howlihiisu
بدم الله كرينا وحن قرشونه وياه هنا ولح بلاد نجا قبضنا أنتم مدعوين هاي جمهورية الصومال وحيو وحن كتلة كرينا إنه حرق كفره بدم الله كريم السجن جارسيو قلي هنا عليو كمير قبر كيسنا وهاوشي سجلو قولي هل هناك سوبرفيشن كي يو ديزاين كي يسمي ري اركتكسنا اي هاوش ايه قنا انت اي دول شوريا نكر نوان ان دي مده هولها سوو دي مركا اي لاو حكبر ايه انو دي مده سيدا دك دك اي نهاوش ايه سوو بلونو هو ري ركوترات كوانو سايحني ما انتو حوي وحن دول ناس دخصا عليو يو غرفايو سيدا قو دخصا بدل لي هاوشن لو بلابو لقلو هدي الهين اي راهو لكن واحد ربنا اي مر اسلام مركبا اي هاوش بلابنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت إنه برنامج كروكلاي سوي من دونه نبتقليه.